اجتماع الدورية برئاسة نائب رئيس لجنة السيد محمد يحيى الحرمة، وخصص الاجتماع لمناقشة التقرير المتعلق بحصيلة تسيير الصندوق خلال الشهرين الماضيين. ويبين التقرير حيثيات الصرف من الصندوق ومجالاته، وحتى أسماء المستفيدين من الصفقات وعناوينهم وقائمة المؤسسات الفائزة بالعقود وغيرها من البنود الرئيسة المرتبطة بتسيير الصندوق، بالإضافة إلى حصيلة نتائج الحملات الوطنية للتلقيح ضد وباء كوفيد-19 على امتداد التراب الوطني وتصنيف اللقاحات المستلمة وكمياتها التي استخدمت وحالة المخزون.